كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلاً على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال إنه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام في كتابنا كتاب قلوب عامرة. احنا واقفين في سورة المطففين، هنبتدي الآية سبعة. يلا بينا، والسادة المشاهدين يجهزوا المصاحف عشان يتابعوا معانا التصحيح والقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك. لا لا، احنا قلنا المد المنفصل في الرواية بتاعتنا احنا بنقصره على حركتين، ما اقولش وما لان ده منفصل. احنا المنفصل اللي هو حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة في الرواية اللي بنقرأ بيها بنمد حركتين. احنا حفص عن عاصم بقصر المنفصل، تمام. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. لا 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 لا، يومئذ للمكذبين وقفش عليها، ده إدغام بدون غنة. إدغام بدون غنة يا عبد الله. الإدغام بغنة أعمل الغنة، إدغام بدون غنة خلاص الحرفين بيدخلوا مع بعض، لكن ما بقفش، ما اضغطش عليه، ما اقفش عليه. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بر
كان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طبعا المشتهر عند الناس في القراءة إن الناس بتقف ساكتة في سين فوق بل. احنا في الرواية بتاعتنا يعني في رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل واحنا بنقرأ ده من روضة ابن المعدل كما ورد في طيبة النشر، احنا الرواية بتاعتنا لا بنضغم اللام برانة برانة، انما حفص من طرق الشاطبية يقف، لازم يقف عشان بس تبقوا عارفين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي الميم وراها الباء. كنتم، بصوا هنا، كنتم به قولوا بس المقطع ده، كنتم به. يلا ثم يقال. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. أحسنتم. يلا يا حنين. كلا إن كتاب الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كمل يا ساد. ويل. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون. خلي بالك ما تخنفش وانت بتقرا. الذين يكذبون بيوم الدين. يلا يا أنس. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. معتد أثيم. أيوه. ليه؟ لأن أنا عندي في إيه تحت الدال؟ التشكيل إيه؟ قولي يا شروق. كسرتين. تنوين مكسور. يعني ده نفتكر على طول تنوين، يعني النون أحكام النون الساكنة والتنوين. إمتى بتبان؟ لما يجي وراها حرف من حروف الإظهار، الهمز، همز هاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء كما قال الناظم. يبقى أنا عندي الهمزة لازم تبان، ما تتكلش. هي أنس بلاش ما أجي في بعض الحروف تقوم تلين مني قوي وتروح، ما حسش معالم الحرف، لازم أبقى مميز لأن ده هنا إظهار. يلا بينا. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. أحسن. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير.
المرسلين. جميل، يلا يا سارة. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون. 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 مش سمع الهمس. يكسبون. يكسبون. كلا إنهم عن رب. لا 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 لا. كلا إنهم عن ربهم. عن ربهم إدغام بس من غير غنة، يعني ما أقولش عن ربهم زي ما أنت قلت، دي غلط غلط مش صح، ما نقولش كده. عن ربهم إدغام بدون غنة، نون الساكنة وراها راء، الراء حرف من حروف الإدغام بدون غنة اللي هم اللام والراء، فهقول عن ربهم. كلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يلا يا عبد الله. كلا تاني. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يلا يا شروق. ثم ثم إنهم غني يا شروق. ثم إنهم لصالوا. لا لا لا. لصالوا 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 الجحيم. يلا يا آدم. ثم إنهم ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. أنا سبت لك الآية اللي كلها شغل، قولها تاني. ثم يقال ثم يقال هذا الذي كنتم. انت كده عملت لي نون وانا ما عنديش نون، النون ساكنة في إخفاء. كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.